عشان نسوي صابونية المناطق الحساسة رح نحتاج الأعشاب الخمسة هذيلي، 5 كسرات تقريبا، مرة حجم كبير، المرة تعتبر مضاد حيوي يتعقم وتشد المنطقة، زائد عرق السوس يسمونه الكورتيزون الطبيعي في قدرته للتفتيح، لأنه أساسا يستخلص من جذوره مادة الجلوتاسيون تستعمل في أغلب مستحضرات التجميل للتفتيح، زائد الكركم مضاد حيوي ويسحب التصبغات والبقع على سطح الجلد، زائد الورد المحمدي أو أي نوع ورد عندك يعطر ويفتح بنفس الوقت. أما البابونج فهو مضاد للتهيج وبنفس الوقت يفتح بشكل واضح جدا، فرح نحتاج هذيلين نقدرهم في ماء ساخن لمدة ساعة. هني أنا بشرت صابونة لأنها متصبنة عندي تقريبا لها 2 شهر، اللي هو صابون شيا بتا وكوكونات وزيت اللوز، ضفت لهم شوية هاني حيل حلوة ترطب. انت تقدرين تضيفين اي صابونة انت تبينها، لكن افضل صابون زيت الزيتون او اي صابون هاند ميد عندك، وفي البيت الصابون هم اني يبيع صوابين هاند ميد عندهم صنوبر والكركم، تقدرين تبشرين اي صابونية هناك، بس الافضل زيت الزيتون ان قدرتي توفرينه. هني قاعدة اصفي المنقور بحيث انه يكون مستوى الصابون مو اكثر منه او اكثر منه بشوي، نسخينها ثواني كذي، تحركي لين يذوب. الصابونية يعتمد نجاحها أو فشلها على مقياس الماء، إذا كان الماء أكثر راح تصير نفس الماي ما راح تضرب وياك، ما راح تضبط وياك وتصير كريمية، لكن إذا صار مستوى الصابون راح تضبط وياك وتصير صابونية عندك. صابونية ماخذة لون العرقسوس، لونها كريم ما أدري عسلي على بني، حيل حلو. المهم خلنا ندوب الصابونية وتبرد عشان نضيف الإضافات الباقية. أنا إضافتي الوحيدة اللي راح أضيفها ودعة، إذا أنت ما عندك ودعة أو ما تقدرين توفرين الودع ضيفي نشا ملعقة كبيرة. النشا مو بس يفتح، يبرد على البشرة ويسحب التصبغات، فرح أخلط الودع مع الصابونية. الحين نحتاج مضرب عشان ما يتكتل عندنا شيء، شوفوا شلون قوامها، ما عاد راح تمسك اكثر، بس انا احبها شويه جامده نفس صابونيه الوجه عندي. اخر شيء راح اضيف تي تري تقريبا 6 إلى 10 نقط. تي تري مضاد حيوي وللبكتيريا، ينظف ويعقم البشره حيل حيل يا بنات. بنات قوامها يجنن ولونها يجنن، في أسهل؟ أوكي. طريقة استعمالها، لما تاخذين شاور في كل مرة توزعينها على المناطق الحساسة وتتركينها لمدة 5 دقائق، بعدها تتفركين بشكل خفيف يعني وتجرحين المنطقة وبعدها تشطفين. وفي بنات قبل سوينا وياهم صابونية يوزعونها كماسك، بنات تجنن.